انا بالليل، المخير فينا يخاف على راسه، المخير فينا يخاف على راسه باش يدخل دارو بالليل. شوفوا التهديدات. المشكل ديال الافارقه جنوب الصحراء، انتوما كتشوفوا فيهم تجمهورات اخويا، قتلونا بالروائح الكريهه، قتلونا بالتهديدات، قتلونا بزاف د الحويجات. هما شوفوا كيهددوا في الناس. شو هادشي كنعيشوه يوميا اخويا، ما بقيناش قادرو ندخلوا للديور. لا يمكن لكم تسجلوا، وثقوا الله يخليكم، وثقوا الله يخليكم. شوفوا هاد الليله ما غاديش نقدروا ندخلوا لديورنا، هاد الليله ما غنقدروش. السلطات مشكورين كيجيو يديروا خدمتهم، ولكن داكشي ما كافيش. خاص اخويا يبقاو هنايا واحد الدوريات 24 ساعه على 24 ساعه. هاد المحيط ديال المحطه توسخ اخويا، ديورنا توسخنا، ولينا الخنز، ولينا المرض. موسيقى بالليل مع 3 الصباح ما كنعسوش، الغوات، طياب، الخيام، ايه ولات مستوطنه، ولات مستوطنه اخويا. البنات بالليل كيخشيوهم تحت القياط من بزاف د الحويجات اخويا. راه صافي تقهرنا، كنحلوا شراج من الريحه ما نقدروش. هاد الناس راه خاصهم حل ليهم ولينا. حنا ماشي ضدهم، كنقولها في كاع المنابر، والله ما هي عنصريه. المغرب مادام حل الباب لهاد الناس مرحبا بهم، ولكن حليتوا لهم الباب وفروا لهم شي حاجه اللي يريحونا ويرتاحوا هما. راه حنا متضررين خويا. عنصر راه كنقول لك، بنهار كاين 200، بالليل راه كيدوب العدد، بالليل راه كيولي واحد 300 400 وما يزيد. راه تقدروا تجيو توثقوا بالليل تشوفوا شنو كاين هنايا. وكنقولوها السلطات مشكورين، الناس ديال المقاطعه كيديروا خدمتهم، ولكن راه ما عندهمش الدعم من العماله، من الولايه، من مجلس المدينه، من مجلس المنتخبين. السيد اللي منتخبين عليه هنا فينا هوايا؟ الناس ديال المقاطعه راه كيجيو يتقاتلوا معاهم هنا، ولكن راه ما كاينش الدعم، راه ما كاينش الدعم. حتى هما كنشوفوهم راه لا حول لهم ولا قوه. السيد القائد مشكور على المجهودات ديالو، ديما كيتواصل معانا، كنهضروا معاه، ولكن راه ما كاينش الدعم حتى هما. راه ما عرفتش الصوت فين خاصو يوصل. الساكنه انتم كتشوفوا فيها معذبين وتهديدات، وشوفوا الافارقه مخشيين وسط منا. عام الله دابا شنو عيب بداو يطراو تما، مخرجين والدينا، مخرجين خواتاتنا، مخرجين خوتنا. علاش بلاكم دابا انتم دايرين توقفوا خويا؟ انتم كتشوفوا راه الامن غادي يمشي من هنا، راه حنا ولينا معاهم في مواجهات مباشره. الامن ها انتم كتشوفوا، حنا غادي نمشيو من هنا، الامن غيمشي من هنا، بقينا حنا في التهديدات. سمعوا، سجلوا الله يخليكم، وثقوا معنا، حميونا حميونا. راه انتم هما الدور ديالكم، وصلوا الصوت. وما خايف، ماشي خايف، قلت لك بالليل ما كتقدرش تدخل لدارك، كتقول لي خليني نحل الباب، كيدوروا بك 4 5. راه ماشي معقول. يمكن لكم تشوفوا انتم تاخذوا الاقوال ديالهم، هادشي راه بزاف اخويا. حق الله العظيم اوليدي، هادشي راه حرام من جنوب الله. هاك عيينا، راه كنموتوا، ماشي عيينا، راه كان الله، رجعنا الاكتئاب، اجانا اكتئاب اوليدي في صحتنا، قسما بالله العلي العظيم. الا جانا غادي نسكنوا هنايا؟ نعم، احنا راضيين نسكنوا، لا راضيين نسكنوا في ديورنا اوليدي، راه محيلاتنا. الكراي اللي كنا ناكلوا معاهم الطريف الخبز ما بقاوش بغاو يسكنوا معانا. خواو لينا وليدي الكراي، بقينا بوحدنا دابا حنا. خسروا لينا المنظر، كلشي في الليل، طلق الراديو، طلق الغناء، يغنيو ويشطحوا وطيبوا. ديك النهار تحرقات البوطه، راه مصورينها. ديك النهار وليدي راه تحرقات البوطه، شويه متفرقعات، عاوتاني البوطه الاخرى شويه متفرقعات، داها المول المكازا للمقاطعه، شافوا البوطه محروقه. كل ما شي هذاك السيد عنده الطفايه، راه مشينا فيها كلنا. والو ولدي، فين ما في الليل، شوف في الليل، شوف في الليل اش كيديروا لينا. يتجمعوا 70 80 100 100 100 واحد كتنعس ولدي. يعني انت في دارك وفي حيكم وما مرتاح؟ ما مرتاحينش حنا، ما مرتاحين لا حنا لا ولادنا لا الطوموبيل، باش نحطوها حتى حاجه ما مرتاحين فيها وليدي. الضيف اللي جا عندنا يقول لك اويلي مالكم على هذه الحاله، مالكم على هذه الحاله. تقهرنا وليدي، تقهرنا. وشكرا. شي درتو شكايات؟ درنا شكايات. وويلي راه شكايات هما، انا امك الحاجه كنصورهم بالتليفون، تيبداو يعايروا فيا، وتيبداو يدفلوا، وتيبداو يسبوا. كيتهدوا عليها. ايوا
انا ولادي كيخافوا عليا تيقول لك ما تخرجيش، خفنا ملي يتبعوك ويضربوك ويصوتوك. السلام عليكم. عام الاول رمضان جاو، رمضان جاو وليدي، احتلوا لينا الزنقه 70 وزادوا دابا كل مره كيجي كيب، كل مره يجي كيب، كل مره وليدي كيجي كيب. يديو معاه حيدو مع علينا حنا ويبركوهم فين ما بغاو، حيدو معاه علينا حنا صافي وليدي ويبركوهم فين ما عجبهم. محنون وليدي الوسخ العفن. هذاك السيد اللي ساكن في هذيك المكازا راه هو بعدا دار هيبه، قال لهم تشعلوا لي العافيه في المكازا ولا شي حاجه، هو اللي راه دار معاهم اللازم. النعاس ما كننعسوش، الخنز حاشاك، تيبيعوا المخدرات، كيبيعوا الكارو، دايرين خزاين ميكات، عرفتي واحد شي لو وصلت 6 العشيه وجيتي لهذا الحي كيحسب لك راسك جايه لافريقيا، جايه لغانا ولا نيجيريا ولا كثروا بنتي البوطات الصغار والطياب تيحكوا سلال ويدفلوا لك فوق الطوموبيله وفوق العتبه ديال باب الدار. اما بيبي ما نقولش لك حاشاك وكيقضيو حاجتهم اونفاس مع ديورنا، الباب ما كنحلوش، ما بقالوش حتى حد ما بقى بغى يجي عندنا. المنظر ديال الشارع ولا خايب، اعداديه ولادنا كيقراو كيناشرين فيها الحوايج، المانط الخطاوات السدادر. ما نقولش لك بنتي حاله زعما كارثيه بمعنى الكلمه، دوينه ودوينه والله بنتي الدار ما بقى هنا الملك، الناس راه شارين بالثمن قساوي لهم حتى شي حاجه. اللي كيدوز ما دخلت لا 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 اقسم بالله ما بقى كيبغي يجي عندنا شي حد، تيقول لك عصابات عندكم تما تحرش. عندي واحد البنت اللي جات مع 9 الليل وما هزاتش معها ساروتها، تدخل ديك القهوه الصغيره وكنلقاها كترعد كتبقى تعيط ليا ماما عتقيبه اجي عيطوا عليها اجي اجي. ولادنا هكاك التحرش. سيده جارتي قالت لك جاها الجوع والبارح بقات تعشى هي وبنتها مع الوحده الليل، قالت لي كانوا باغيين يشدوني، دابا راه عندها قناه هي ما بغاتش تبان، قالت لي وصلي لي هذه المعلومه، تلاقات بيا دابا وقالتها لي. وبزاف وبزاف المطالب ديالنا عطاونا اتساع من هذا الحي، لان هذا الحي هز واحد الطاقه فوق طاقته ديال هاد المهاجرين. كنتمناو منهم يلتفتوا لينا ويشوفوا فينا بعين الرحمه، والناس الله يجازيهم بخير. هاد الناس كيف دخلوا بطرق غير قانونيه يخدموهم، يشوفوا لهم شي سكن، يديروا حتى هما يوليو ماشي غير كيشدوا الفلوس وكيخزنوا، كيشدوا الفلوس وكيبريسوا في الفلوس ويصيفطوا لبلدانهم، وهنا كيبولوا علينا راه حشومه، يبولوا علينا عاجبهم الحال والموسيقى والبيفان والتليفونات والحاله، وما فيهمش الحياه. كتهضري معاهم كينوضوا لك 20,000 واحد تيخرج لك ما كتعقليش عليهم. انا شفت شحال ديال الدراري تعاطفوا معاهم وكانوا كيعطيوهم، عرفتي اش كيديروا لهم؟ كينوضوا مصايبين شي الات حادين، دايرين الجوطيه في الطرقان، يعني ما من حقهمش حدا الحمام. من 2019 ولدي وحنا مع هاد المعاناه معاهم، هذا هو العام الرابع. من 2000 كان جمعهم علينا داك التيران ناضوا فرقعوا داروا البوطات لا تعقلوا في 2009، من تما وانتشروا لنا حدا الديور. الصيدليه ما دوش الحمام بالليل وصلت 7 العشيه 8 وكنا كنعوموا. مليارهم راهم ولدي دوروا الكاميرا وشوفوا راهم اكثر من السكينه، راه لا حول ولا قوه الا بالله. تجي هذا هذوك ديال العسكر كيلوحوا لهم فراش من بان الساعه كيمشيو يجيبوا دغيا الحصير الميكات القلوعه هذيك، عرفتي كيعرفوا لذاك الشيء واعرين عصابات. قال اش ولدي قادين عليهم؟ واش حنا باغي نربي وليداتنا ونخدموا عليهم واللي فينا يكفينا ولا هم ضاربين مع هاد الناس؟ راه قهرونا ولدي قهرونا. كنت الدار زعما تباعت وداك الشيء وزدنا في حالنا من هاد القنت، كيناش بغينا كرهنا هاد الشارع، مع ان هاد المنطقه كانت احسن منطقه في كازا، احسن منطقه لا من ناحيه النظافه لا من ناحيه بزاف د الحوايج. الساكنه دراوش داخلين ما عندناش ولاد حنا شمكاره ولا يعني ما عندناش اللي غادي يخرج يتقاتل، اش غنديروا حنايا؟ اش راه بزاف ما نخدموا ما نقابلوا ولادنا نوليو مقابلين هاد المساخط هادو وما فيهمش حتى الحياه. تتهضري معايا يدير لك هكا يتحلف عليك، جارتي قال لها غنشدك غندبحك. كيتحلفوا راه توري جارتي وجارتي. تتهضري معايا يقول لك هذيك المره حاشاك انا الجمعه وجايه ولدي من المدرسه حقيته بابا السروال وبدا كيعيرني بلونجلي وفهمته المعيار، داك المعيار الخايب حاشاك بابا السروال هكا تما. قلت له الله يعطيك شي مصيبه وهاد اذى الجموع الله يعطيك، وقلت سيري بقى عليا يتعاطى معايا. واللي كيحز في قلبي ان المغاربه خوتنا كيجيبوا لهم كسكسو، انا من هذا المنبر اللي بغى يجيب لهم كسكسو يدي عدو لدارهم. لله لا ما عطاو كسكسو للمتشردين، الناس اللي في دار المسنين دار العجازه دوروا في السبيطارات ديروا الخير، هادو راه كتافهم قدهم قد الجمل، علاش تعطيهم اسيدي كسكسو؟ قصريه مور قصريه، قصريه مور قصريه. كيجيو هنايا وكيحطوا لهم كسكسو ويجيبوا لهم في الحليب ديال السالم ويجيبوا لهم في الكيكات ويجيبوا لهم في الرغيف والخبزه كيرميوه.
شبعوا شبعوا لو كيبولوا تقرعوا علينا ويصيفطوا في ويستر يونيون لبلدانهم، يصيفطوا لعائلاتهم، دايرين هنايا المغاربه دايرين مشروع رحشومه بزاف. عينا منهم اولدي، عينا عينا منهم، راه مستعمرين هنا لتحت هاد القنطره، استعمروا كل شيء حدا الحوانت. هاد المنطقه صافي ولات ديالهم، خداوها صافي، خداوها بمعنى الكلمه خداوها. Thank you.